السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن التيبس اند تريكس، وفتحنا 4 كتالوجات وطلعنا منهم معلومات اعتقد ان احنا كلنا استفدنا منها بشكل كبير. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الانترفيس ما بين البابليك ادريس سيستم وبين بعض الانظمة التانية. اول حاجة البابليك ادريس دوت بيتفاعل مع ايه او اقدر اربطه مع ايه. لو نفتكر واحنا بنتكلم عن الفاير الارم سيستم، كنا قلنا ان انا لما يحصل حريق بذيع رسالة اخلاء في المكان عشان الناس تبدأ تهرب من المكان دوت قبل ما يصابوا بالحريق او بالدخان. يبقى انا لازم اربط البابليك ادريس سيستم على الفاير الارم. طيب الغرض ايه؟ قال لك عشان تعمل كنترول للإيفاكويشن في حالة الحريق زي ما قلنا. طيب هعمل كده ازاي؟ عشان اعمل انترفيس هستخدم موديول. طب الموديول دوت يا اما يبقى مونيتور موديول لو عايز اخد ستيتس من السيستم بس، يا اما يكون كنترول موديول. انا هنا عاوز اول ما يحصل فاير اذيع رسالة اخلاء، يبقى عاوز اتحكم في البابليك ادريس سيستم ان انا اوقف الموسيقى اللي شغالة او الاغاني او اي حاجة شغالة وابدأ اذيع رسالة الاخلاء اللي هي متسجلة عندي. بالتالي هستخدم كنترول موديول عشان هتحكم في السيستم دوت. يبقى انا هستخدم كنترول موديول هيتربط على الميكسر او الماتريكس عشان اول ما يحصل فاير اوقف اي صوت شغال واذيع رسالة اخلاء تبدأ الناس تهرب من المكان. ده اول سيستم محتاج ان انا اربط البابليك ادرس معاه. تاني سيستم هو البي ام اس. البي ام اس بيتربط مع كل الانظمة تقريبا، هو جاست بياخد ستيتس من السيستم دوت، يعرف هو شغال ولا مش شغال او ايه الاكشن اللي خده في اي وقت بالظبط. يبقى الغرض بتاعه عاوز اعمل مونيتور للسيستم سواء ايرور او بيرفورمانس. انا عايز اعرف السيستم شغال واخد ستيتس ليه، او عاوز اعرف السيستم فيه ايرور واعرف ايه هو الايرور ده بالظبط. وعشان انا هعمل مونيتور بالبي ام اس يبقى استخدم حاجه اسمها دي دي سي، برضه ديت هتتربط مع الميكسر او مع الماتريكس. تقريبا دول اهم نظامين بقدر ان انا اربط معاهم البابليك ادريس سيستم او بحتاج ان انا اربطه معاهم بمعنى صح. نخش بعد كده على السبيس بروجرام. وزي ما اتكلمنا في البابليك ادريس سيستم وعرفنا السبيس بروجرام بتاعه وعرفت ان انا بيبقى عندي غرفة اسمها الكنترول اند سكيورتي روم، دي بيكون فيها الاكويبمنت بتاعت الفاير الارم سيستم وبتاعت البابليك ادريس سيستم. وكنا قلنا في الفاير الارم سيستم ان انا بيبقى عندي الفاير الارم كنترول بانل بيكون عرضها حوالي 80 سنتي، بتكون متعلقة على الحيطة وبيكون في جنبها الجي يو اي اللي هو جرافيكال يوزر انترفيس، بيكون مكتب عليه جهاز كمبيوتر للاوبريتور عشان يراقب السيستم. والمكتب دوت طبعا اكيد قدامه كرسي عشان الراجل يقعد عليه او عشان الاوبريتور يقعد عليه. دوت الكلام ده احنا قلناه مع الفاير الارم سيستم. في البابليك ادرس محتاجين نزود ايه؟ لو نفتكر كده كنا قلنا ان احنا بنحط كل الاكويبمنت بتاع السيستم داخل الراك، والراك بيكون حوالي 60 في 60 او 80 في 80. فكده عندي 80 و80 و80 دوت العرض، وعندنا الطول 80 و80 و80. يبقى كده الغرفة ديت تكون مساحتها 2 متر 40 في 2 متر 40، يعني قول 2 متر ونص في 2 متر ونص. وطبعا الكلام ده كله
من غير شاشات السي سي تي في ومن غير الكومبوننت بتاعت اي سيستم تاني. المساحة دي للسيستمين دول بس. بعد كده لما ناخد السيستمز التانية هنشوف السبيس بروجرام بتاعها وهنشوف محتاجين مساحة قد ايه. كده احنا خلصنا البابليك ادرس سيستم. مش ناقص لنا غير ان احنا نتكلم عن سامبل بروجكت عن السيستم دوت، وكده يبقى انهينا كورس البابليك ادرس سيستم. هنكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي ونشوف مشروع عن البابليك ادرس سيستم. شكرا.